مرحبا بكم في لباس الزرقاء. باش نحكيو في الكره، باش نحكيو في السياسه، باش نحكيو في كل شيء. ما فماش برشا ناس نجم تحكي معاهم في كل شيء، عنده شعبيه كبيره وتوحشناه في التونسيه. نستقبلوا زميلنا الاستاذ فتحي المولدي. نحوالك مرحبا بك، عايش نحوالك سي فتحي المولدي. جمهوري يحب يسالك. تري لاباس الحمد لله. باهي مرحبا بك. نلعب تيرا نتاعي خاطر الجمهور الكل نعرف. اي الجمهور الكل، الجمهور الكل تعرف. فما برشا تعرفهم قبل ما يطهروا. يا حسره يا حسره على الجمهور الكل. تبارك الله ما شاء الله عليكم. سي فتحي توحشناك. باش نحكيو على الكره بعد نحكيو على السياسه. بدايه الاسبوع هذا الساحه الرياضيه كلها في حاله احتقان بعد قرار الرابطه، معناتها قعدنا بالراي والراي المخالف. جيت انت فضيت الامور، قلت وقفوا البطوله. معناتها بون بلاحية ما مش متطرف كمان. اي لا لا أي. لا انا لا 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 الفرق نوفل لانه اللحية متاعي سابقة. اي اللحية متاعك سابقة. واش اللحية متاعي من عام 76 للناس اللي ما تعرفش. فهمنا كيفاش قبلت بورقيبة وحبك تنحي اللحية وانت ما حبيتش. اي عام 81 خذيت جائزة العلم، خذيت البري بريزيدونسيال. كنت رقم واحد في البلاي اوف تعدية الاول. اي ما غير ما فهمش، ما غير حتى مشاكل، ما غير فصول. اي دونك بورقيبه اعطاني الجائزه وشدني مده درجين في المباشر، كان يوم العلم. بورقيبه شدني مده درجين، نحي عليك اللحيه وسخ، واللحيه راهي قال لي تذكرني انا في برج البوف كان عندي باللحيه. فما تصور نتاع بورقيبه حلوه ياسر باللحيه. اي وقتها قال لي راني كي يقوم الصباح ونغسل وجهي الصابون يقعد لي واحد هوني وسخ نحي عليك. تو حتى كارل ماركس عامل لحيه، يسخيلني عامل لحيه. أي. على كل أي. الحكايات. اي الحكايات. انت علاش ما تخليتش على لحيتك؟ واحد لانك يساري في الاصل، معناتها ماركس مش بلادن، لانك كنت تتنبأ بوصول النهضه للحكم، لانه عندك مشاكل في البشره، ولا لانك اليوم من القلائل اللي لحيتك كي تجبدها ما تجيش معك؟ اللحية وقت اللي عملتها عام 76 دخلت الكلية الحقوق 77، كي عملتها كان ماك تعرف كنا صغار احنا شباب، يطلع برشا حب شباب. عملت اللحية قلت هريتها كل مرة نحجم، دونك مع الاسف وجهي ما عادش يتشاف من الشباب. أي. واحنا فاكولتي ماك تعرف نحبون الاجواء نتاع الفاكولتي وال أي. كي عملت اللحية يا جماعة الكل قالوا لي ما عليك، والله باهي طلعت عليك اللحية. من عامتها 76 لليوم عام 2013 عمري ولا نحيت اللحية. حتى نحكي لك نادرة في وقت ما الباسبور نتاعي ما خذيتوش. قالوا لي جيب تصويرة بلاش لحية. قلت لهم عندي تصويرتي في التور بلاش لحية. هذاك هو عندي حتى تصويرة بلاش لحية. والله مجد معناها في كلهم باللحية. قلت لهم حاسلوا بام قامت القيامة حاسب. المهم حكيتو دونك ما نحيتهاش على خاطر صافي بارتي دو موامام. قالوا لي حجم اللحية نص ساعة عمل تصويرة ومن بعد خلي اللحية. ايوه قلت لهم انا كنا نحي اللحية وقتها. انا ما نعقلش روحي، صغاري ما يعقلونيش، ما عادش يعرفني حد في الشارع. جوستومون ما عملت باسبور باللحية؟ وعملت باسبور باللحية وعندي باسبور باللحية وخذيتو الباسبور. انت بديت تكتب في البريس كريت تونس يبدو. ايوه اي تونس يبدو 76 تونس يبدو. وقتها كانت تونس يبدو، وقتها كانوا اربع جرايد في تونس. نوفل لا ما تونس يبدو يقولوا جريده بورقيبه نهار الاثنين يصبح يقرا تونس يبدو. جريده بورقيبه لا معناتها بورقيبه نهار الاثنين يصبح. اي لا لا اول حاجه يقرا تونس يبدو. وقتها تونس يبدو على الاقل اربع مرات. اي قبل ما كانوش يسانسرو، كانوا هي تهبط وتتعاقب تقف جمعتين ثلاثه. لا مش جمعتين، هاو نحكي لك التاريخ. انا عام 76 نحكي جرايد الكل معناتها. عام 76 نوفل في تونس فما لابريس والصباح ولاكسيون والعمل ونهار الاثنين لو سبور وتونس يبدو. هذاك فما جرايد تونس يبدو كان جريده مستقله جورنال انديبوندون. بالحق كانت جو شيرش لا فيغيتي سانا جامي نوي ا بيرسون. اي وكي توقفت نحاو سانا جامي نوي ا بيرسون. والله تنحات لا مي تونس يبدو للتاريخ. نحكي لك انا ما زلت ولد صغير نقرا في الصدقيه. احكي لي على كمل لي حكايتك وقتاش توقفت. والله تونس ما زلت نقرا في الصدقيه وسي محمد بن يوسف ربي يطول في عمره وربي يذكره بالخير. عيط لي مع سي المرحوم فوزي عزي، تاريخ كبير ياسر وزهر هي الدنيا بكل زورات. انا ولد باب سعدون نكور مغروم ياسر بالجرايد الفرنسويه ونقرا في عيط لي المرحوم فوزي عزي وهذه مناسبه برشا
الشناز تعرف في تونس كان قمه من القمم، قال يجيك تكتب معانا تبارك. قلت سيزي ماني سميت مينور قاصر ممنوع. دخلت عملت المقاله الاولى حاشي له عجبتهم. بعد 6 اشهر وليت 6 صفحات تسبدوا فيها 12، 6 صفحات انا مشرف عليهم، وانا مازلت نقرا في الصدقيه في السكوندير ونكتبوا بطبيعه الحال. تونس بدو كانت الصوت الوحيد للناس اللي عاشوا سبعينات، فيها الطاهر فازع، فيها لطفي بن ساسي بعد خلط، فيها عماد بن حميده، كانت القمم اللي في تونس اليوم الكل في تونس. حاتم بوريال حاسيله شيء كبير ياسر، كان عادل الاحمر اسماء بطبيعه. كانت ساعات خرج كاريكاتير مثلا بعد انور السادات في الصحراء قاعد يصلي، اعمل هكا خرجت نهار اثنين 6 اشهر قرار 6 اشهر تونس بدو ما عادش تخرج. نرجع بعد 4 اشهر كان بورقيبه ساعات يحن علينا معناها خلينا 4 اشهر من بعد يسامح 3 اشهر نعملوا مقال اخر تخرج في الجريده ما يعجبش 3 اشهر. كانت هكاك بطبيعه الحال كانت السنسره، ولكن على كل كانت اجواء حلوه لانه كنا نخدموا في اطار كنا طلبه كنا شباب وكنا نعملوا شو نحبوا ونكتبوا شو نحبوا ونبداو نتحايلوا. تعرف نوفل وانت تعرف وخدمنا مع بعضنا وتعرف الابداع يجي وقت الديكتاتوريه، لانه وقت الديكتاتوريه تبدا تولي تلوج على ما بين السطور وتولي كذا. اليوم الناس كل تسب، اليوم ديمقراطية الناس كل تسب، دونك اسهل ما فما، لكن خرج لي الابداع اليوم صعيب شوي. ليش تما بون خلطت هي به. نرجعوا على ليش نقل الراجل القرار اللي قلت انت البطوله هذه لازمها تقف، علاش؟ يا به علاش الحل مربط هذا؟ يا نوفل انهارتها تو عندها 3 ايام قالوا شنو هو الحل؟ نجم تقول لي معز فما حتى مشكل. خويا معز خويا معز شوف خويا نوفل اش خذاو من الكلام اللي قلته انا؟ خذاو جمله قلت شنو هو الحل في برنامج في شمس افام؟ قلت لهم فما 3 حلول. الحل هو القانون، وهو انه نواصلوا اجراءات التقاضي وانه نادي المنزرتي يستانف ومن بعد كان فما يعاقب، التعقيب تمشي قدام الكلاس. هذا الحل الاولاني قانوني. الحل الثاني غير قانوني اللي هو طلعوا 3 منا وطلعوا 3 منا، وبالطبيعه الاخرين ما يلعبوش البراج، وبالطبيعه الناس الكل تولي العام الجاي النخبه الوطنيه عام 14 16 18 20 اللي يوليوا 70 يلعبوا في النخبه الوطنيه. الحل الثالث قلت لهم اذا كان لاكم مش تتبعوا الامور القانونيه، لاكم مش تخرقوا القانون كالعاده وتطلعوا 3 و3، اش تبقى فيها الكوره؟ وانا نتفرج نوفل خويا اللي واقع في بنزرت وتفرج في العالم وتفرج في الامن كيفاش وتفرج في البلاد كيفاش خايضه، قلت اذا كان الحل القانوني مش باش يرضي نادي البنزرتي، اذا كان الحل غير القانوني باش يهيج قفصه وزرزيس والكاف وحمام سوسه وكذا. طيب ليش بها الكوره؟ مناقش كان الكوره في تونس اليوم الناس مش خالطه على خبزه، اليوم الناس مش خالطه على الدجاج ولا على كذا. تي بالله اذا كان مقينا ولينا خالطين على ياغورت كومين، خاطر خالطين على ياغورت نقصوا دوروا في ياغورت. اليوم سيد وزير التجاره اعلنها دوروا دوروا في كل ياغورت. وش الضرر الاقتصاد الوطني؟ لا معناتها اجا نقول لك والله ديما تراو نصف الفارغ من الكاس مع وزير، وعملنا ندوه صحفيه اعلن نقصنا في الماء نقصنا في الياغورت. دونك فهمت هذه الدور نوفل تعرفش كيما كان اللي نحي شويه من اللحيه من هنا ونحطوا لهنا او كان باش نعبي نحي شويه منه ونحطوا لهنا. يا اخي الزوالي ليه بالماء وبالياغورت هو حاصل، واش علينا به؟ باش نسالك اسئله سريعه حول ازمه ما يعرف بازمه البلاي اوف. هل اللعبه تلعبت خارج الميدان او داخله؟ والله ما نجمش نقول لك اللعبه تلعبت خارج الميدان خاطر نوفل خلنا ما يسالش. اي تفضل احكيو شويه على الحكايه. باه انا الحكايه تو عندي شهر شهر ونص قبل ما نوصلوا لذايا بالكل. قلت لهم وقتها في تصريح في احد الجرائد قلت لهم ردوا بالكم راهو الفصل 22 كان باش تطبقوه باش يخلطوا جوز كيف كيف، راهو باش يعمل لكم مشكله على خاطر الفصل 22 ما ينطبقش على بطوله بمجموعتين، راهو ما عملنا طاحونه وما عملناهاش دندان، ما عملناش نص قانوني يتعلق بجوز مجموعات. حكايه عندها قبل ما نوصلوا لا نعرف لا النادي الافريقي لا الترجي لا بنزرت لا ليتوال لا سياسه حتى شيء. ردوا بالكم راه تنجموا تطبقوا هاو الاقتراح نتاعي، تنجموا تطبقوا 22 تعملوا 11 11، تعملوا مقابله فاصله لانه البارامتر الاخرين الكل ما ينطبقوش على الوضعيه هذه. وردوا بالنا باش نوصلوا راه باش نوصلوا في مازق مع الاسف.
ما غزروش القدم. ما غزروش القدم، قواعد اللعبه معروفه من قبل. معناتها وين هزتنا الجامعه؟ هزتنا انه الدنيا باش تهيج منا ولا منا. معناتها هزتنا ظهرنا اللحية. معناتها ايا كان القرار كانت باش تخوض. شوف ساعة باش نوضحوا حاجه، ما هيش الجامعه الرابطه، ما هيش الرابطه الحكومه، الفرق. الفرق نقول لك اللي صادقوا على القانون صحيح، لانه ما غلطوش الناس. برشا ناس تتهم الرابطه، انتم اعطيتوهم حبل كتفكم به. انتم كي تجيو للجلسه العامه وقلتوا باش نعملوا زوج مجموعات ويطلعوا اثنين برك تعاركوا، وناس يقولوا ثلاثه، ناس يقولوا اربعه، تعاركوا لا اثنين برك باهي. ومن بعد شنو هو القانون نتاعها؟ شي يجيو في الجلسه العامه، يجيو جاي مسؤول من جمعيه هو والكاتب العام عنده فصل حاجته به بور اكسكلور، باش يقصي المدرب الفلاني ولا باش يصوت على ان رئيس الجمعيه يقعد على البنك ومدرب الحراس ما يقعدش. قانون راه يلزم هم عدد معين من اللي يقعدوا على يصوت على كل فصل جاي على خاطره. بعد يمشي اللول نتاع الوتيلي شيش وتتعدى البلاي اوف وتتعدى البلاي اوت. موش هو جاي على كل فصيل هكا صوت عليه، كل واحد جاي على حكايه، كل واحد جاي على نتاعه. وقت اللي يجي الرسمي باش نقراو وباش نصوتوا ما فما حد ولا يصوتوا الناس كل بالاجماع. دونك نوفل خويا حكيت النمله والسرار بالضبط. لا دونك عايش يلعب بعد كل احمد مسكره به. واليوم المشكله كلها المشكله فهو مسؤوليه الرابطه ومسؤوليه الجامعه، لانه اخويا انت في بالك غدوه جايه الحكايه هذه. وضحها من الاول، وضحها يا ناس. عارفش علاش انا ما تعرفش علاش شايف حتى نقول لك في الكوره، لعبت كوره ونلعب كوره ونعرف شو معناها كوره. نربح ولا نخسر كيما كل يعمل حرب فوق الميدان. معناها وقت اللي كان جيت انت قلت راهو اليوفا الاولاني هاو البارامتر، اليوفا الثاني راهو كذا، واليوفا راهو بلوس 5 بلوس 6 هما لي بارامتر. كي وزدل الستار نهار الاحد الستة غير ربع في الماتشوات، كل واحد يعرف عارف روحه، عارف باش يروح. معناها وجمهور النادي الافريقي حرموه من فرحته، كان يخرج يعمل دوره في البلاد ويعمل احتفالاته. جمهور بنزرتي على الاقل يعرف ما دخلتش الكوره، حقنا ماركينا ثلاثه، حقنا ماركينا اربعه، حقنا كذا، يعرف روح اللي هو. اما اخويا تروح نهار لحد سته غير ربع وتحل اذاعات الكل وكل واحد النادي البنزرتي، نادي الافريقي، نادي البنزرتي، نادي الافريقي، كل واحد في الليل نادي البنزرتي، قمنا الصباح. هي الحكايه، ما نحكيلكش انا شو وقع معناها ولا اذاعات اللي دخل. لا اون بليس اذا فما زوز رؤساء جمعيات كل واحد هنا فريق. من بعد خويا معز، خويا نوفل، من بعد تقعد انت تبدا في بنزرت قاعد وانا في باب جديد عامل شيخه في القهوه وفي الاذاعه الان هاو خرجوا من البيرو. وراهو الثاني هو النادي الافريقي اللي في القهوه هبط واللي في بنزرت الناس كلها ما خسرش على الميدان يعني. اي عادي جوستومون. دونك شكون سخنها اكثر، سليم الرياحي ولا بن غربيه الاجواء؟ لا نعتبر القرار، شوف زوز باش يسخنوها عادي جدا. مهدي بن غربيه وراه بنزرت، سليم الرياحي وراه النادي الافريقي، وتعرف النادي الافريقي شنو هو. ما ينجمش ما يقولش انه فريقي ترشح ونهني فريقي، يستحيل. شو معناه؟ معناه مهدي بن غربيه في 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 الملعب يهني في الملاعبيه رابح المقابله وكذا، وسليم الرياحي يقول نستنى الرابطه. مش عادي معناه. دونك انا نقول والجو بطبيعته سخون، الجو بطبيعته مهيئ، شاعل مهيئ مهيئ، كل الظروف مهيئه، يسخن ولا ما يسخنوش باش تلعب هكا ولا هكا. وزاره الشباب والرياضه تدعو لاحترام الهياكل الرياضيه، حلو برشا، علاه ما احترمهاش الوزير كي اختاروا نبيل معلول قريب يفورها الجامع؟ في هذه موافقك، ما حتى ظهر له باش يحترم، صار كي شنحها الدنيا على نبيل معلول في هذه يفرض خالد بن يحيى ما سماش احترم في هذه موافقك، وانه وزاره الشباب والرياضه يجب ان تبقى بعيده كل البعد، تدفع الفلوس، تحاسب على الفلوس وين مشات، شكون المدرب وشنو هي الفريق اللي يهبط، هذا خارج على النطاق. وتبقى الوزاره ما تنجم تقول كان انا حياد المؤسسات الرياضيه. الوزاره الاولى ورئاسه الحكومه ما تنجم تقول سي نور الدين البحيري خرج كان حياد مؤسسات واستقلاليتها، لانه القانون يفرض عليها ذلك.
اما مش تقول لي انه في الحكومه ما استقبلوش نادي البنزرتي ونادي الافريقي، باش تقول لي انه سي طارق ذياب ما كلمش مهدي بن غربيه وسيم. شنو معناه موجود تبقى تدخل باش تهدي، ولكن السياسه موجوده. تقول لي احنا محايدين، معناها في الباب وقت اللي تجي قدام الكاميرات تقول محايد ومن الشباك تدخلوا من تالي باش تقعد تحكي معاه، معناتها فما لغه فما به. عندي سؤال معناتها محرج شوي. لا ما قلقنيش. لماذا لم يتدخل رئيس الدولة في أحداث بنزرت رغم أنه بنزرت معروفة بكسكروت لبلبي؟ والله كان تعملوا كسكروت فما حمص كسكروت بالحمص في لبلبي. يا يا من لا أنا حبيت إن علاش ما دخلش أحداث لهم؟ معناتها قلقته التطاول على قطر، ما قلقوش التطاول على العالم. هو عنده كل بال بالألو ليفريزون على دوميسيل. أيه. دونك ما عندوش باش يمشي لبنزرت، كل شيء يجيه الغادي. كل شيء يجيه الغادي، واضح. علاش قلت قرار الرابطة الوطنية طبخة سياسية على شكل قرار رياضي؟ اش تقصد؟ والله ما قلت. تعرف اش قلت؟ قلت لا، قلت راهو الهياكل السياسية تتدخل في الشأن الرياضي. مش في القرار هذا نتاع الرابطة راهو، مش في القرار الرابطة. تتدخل بصفة عامة خاصة بعد أحداث بنزرت، لأنه الموضوع ما عادش رياضي. موضوع ولا امني وسياسي. ما تنجمش تقول دونك تتدخل السياسه في المجال الرياضي لانه ما عادش رياضي ولا امني ولا سياسي. ولات الحكايات حزب سليم الرياحي وحزب مهدي بن غربيه وبرا وين باش نوصلوا. وبالتالي الكلمه هذه بالذات ما قلتهاش، خرجت مع الاسف، خرجت من السياق كما يقولوا جماعه الكل. مازلنا باش نكملوا معاك، مش نحكيوا على احداث بنزرت. سي فتحي المولدي مع فيصل الحذيري وبسام الحمراوي. نم 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 نم. يرحم والديك عبد الوهاب معطر. يرحم والديه، نقص نفسه من ياغورته دوره كامل يا معلم. يرحم والديه. ودي تعرف كم نقصناش دوره بالحمر. انا مت من الشر الشر وبطالة ياسر علينا بصراحة. انا فهمتوا علاش نقص في الياغورت كاو، خاطر الياغورت معتر. ودي العيشة ياغورت ظاهرة، مقرونة ياغورت، كسكس ياغورت، ملوخية ياغورت، ظاهرة ظاهرة ظاهرة. ربي يحسن عاقبة وكاو. خو ياسر بطالة فديت، ياسر بطالة، ياسر بطالة فديت. يا ودي كان نلقى نخدم اللي يجي، والله نخدم اللي يجي، كي حتى رئيس دولة نورمال نخدم اساسا، ولو انه فلوس حرام هي مش مشكلة. نشبك في الدنيا وكد، لو نحفر في الصحراء نيل على نهري نبني شد، مشوار مسمر ودال سامباريت نهر عشد، نشارع قبات الليل. السلام عليكم السنبلة. ما سيرش نقعد حداك دقيقتين. عبدت المشاكل. ايه عبدت المشاكل. بربعدنا اخوي. اش بيه؟ برا كتوها الفرغين، برا مشي بعد غاد. عيقل عيقل منظرك، برا مشي كتوها الفرغين، برا قاوم عبي، برا بعد. اش بيك السنبلة؟ نسيت المي والملح واشرب الشاي. نسيتها هذه. يا ودي لا ماء لا ملح. ها؟ انا اليوم من اليوم انا ولد ناكل مسوس، صباح برا بعدنا، امشي بعد. يا ودي غير اسمعني، عندي لك كفار يبعد بالبحار. افار مش لونه مال. يا ودي لا افار لا جربوع، طير اضمحل من امامي، اضمحل بر. ناي راني باش نضمحل من امامك لما حال. لما كنت حشت بك في قضيه قلت نعطيك تفتوفه، انت فتيفه ولا كنت ياكلونه الى جنتي بالسلاسل مش لازم. ايش؟ اقعد اقعد. لا لا باش نمشي على روحي. والله ما تقعد. عندي الشانتي محلو. يا ودي اقعد كل ما نضربك راه. هالشنبله باش تضربني؟ يا ودي نضربك انت نضرب الباكو حشين. اقعد. لا ما انا باش تضرب الباكو بابا. صحيح. اي سيدي. شنو الحكايه ذي؟ اي من الاخر. اش فما؟ شوف الشنبله. تو انا شنو نخدم؟ بناي ولا؟ اي. بناي. خوي ما عادش لاقي ما نبني انا. انت شنبله؟ اي. باش تهد. وني باش نبني. هذه حاجة متي متي كنت ما تفهمهاش. لم كنت انت يلزمك تهد باش نبني. بلاه. ولا سوالف ما عادش يا ابو قلب. ايوه ما انا نكند. نخلص من قداش؟ وش تخلص ضربة ضربة زاد؟ ثم واحد في تونس يهد وما يخلصش، هنا كلهم يهدوا ويخلصوا بدل 2 مليون. والله. اشكون؟ بالله زيد وسع بالك معايا. زيد فهمني هذه ما فهمتهاش 30 مليون يا معلم. فهمني. اسمعني كيفاش. تو شفت اللي يبني في تونس
يدار فيه الزوالي وخدم الحجاب، فهمتني؟ واللي يهد يعدي عمره كله بالبرستيج ووزرة وموره واضحة وتكسيك تهب وكهربة تجيب، فهمتني ولا؟ والله لا فهمت. كيفاش ما تفهمهاش يا خموخك؟ باش انت خموخك ولا السل البغلي هذاك؟ السل البغلي هذاك، علاش البلاد صحيت من هالسل البغلي اللي كيف؟ اسمعني بالباهي يا سنبلة توا فهم. الوزرة، الوزرة اللي عندنا قاعدين يبنوا؟ لا صحيت، مش قاعدين يبنوا، قاعدين يهدوا. تقول انت صحيت قاعدين يهدوا، هدوا الاقتصاد، هدوا البلاد، هدونا نحن، خلونا هبهب هبهب هبهب، خلونا سيئ سيبونا هبهب. معناها انا تحبني نمشي نهد البلاد الكل؟ اخويا كبير ياسر ما نقدش. لا يا ودي ما تهدش البلاد، ريتها بنجرت من خايده تو. مش تفهم من اللي لابس من الرياء، ادخل انت في وسطهم كل مندش، فهمتني ولا؟ ايوه. واللي قدامك وكل هده حماس، ها عطار، فهمتني ولا؟ بانكا، اسمع كون كسرت بانكا هزل في وسطها وامشي، هد باش نبني، فهمتني؟ فهمتك. ماتيماتيك هذي؟ بلا ماتيماتيك. ايه واضح واضح. انت اللي امامي قدامي فكر في كل ليله. شبيك باش تاخذني ناحيتي؟ الزنبلاه رماناتك كبروا. ايه بصلي على النبي. شبيك انت اللي باش تحقق لي حلم حياتي؟ شبيك نحبك تهد قرطنت بنزرت. بالله القنطره بتاع بنزرت ريكا كانت تهدها. اديك حلم حياتي 60 عام وانا نختم في الشانتي هذاك. مالك انت؟ بارد اختانا برا اختانا يودي بنزرت يا صعب كانش هذولي قطعوا لي لحمي اختانا من اللعبة دي بتاعت. لا لا يودي تسمع بيه المثل؟ دب دب تقمت هذاك جايب تقمت صحيت جايب تقمت تكيف وهد تقمت تبني هذاك هو نحبك تمشي بالمثل هذاك. باهي يا سيدي نفرض انا مشيت وهديت مثلا وكسرنا الحاكم مش باش نعملوا هي سهله ياسر هذيك عاملين لها الدراسه نتاعها متي متي كنا كيف وقت اللي شدوك الحاكم فهمتني ولا تعرف اش تقول لهم ولا ايش نقول لهم؟ ايش قول لهم؟ سيدي من سيدنا من لجنه حمايه الثوره وسكر فمك احمش غادي امورك تمشي لي يا سي خليفه ماتيماتيك. اش بيك؟ راي الحكايه نتاع لجنه حمايه الثوره ما عادش توكل، تقول لهم لجنه حمايه الثوره شدوك ديريكت، لا جيب لي حاجه اخرى. باهي تعرفش كيفاش؟ قولهم نا جاي من عندي جماعه مبعوث محمشيني جماعه فهمتني مندسين اطراف مندسه وجيت معاكم. اي وكان قالوا لك لا غمز مغمستين انت واش سايبوك؟ وكان غمز مغمستين وما يفهموش واش الدنيا. باهي تعرفش كيفاش يا سنبلاء؟ انساه اللي قلته لك الكل، كان شدك الحاكم تعرف اش تقول له؟ قول له انا اللي قتلت شكري بالعيد انت واش سايبوك؟ بالله معناها انا اللي قتلت شكري بالعيد؟ لا لا شوف فيا المعتمد انا قدامك تو. هو انت فورتيال فورتيال ايش بك شايل؟ فورتيال تعرفش كيفاه؟ اللهم يا هاتم هنا ليش؟ ما نردهمش عليك خاطر انت فهمتني راجل طولك بتاع طولك الى بروبوزي كالكو شوز خريطه. اي يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا سنبلاء تو نزيدوا نحكوا في المشروع فهمتني؟ اي اما انا مكنتي عندي ولد عمي ايه؟ هو بيدو مد لي تفتوفه كيما هذيا وقال لي هو زاد نحب نحرك له دلوقتي. انهرك يحرك وش يخدم ولد عمك؟ ما تخافش مش بناي. ها دونتيست. دونتيست يتهيأ به مش كاين باش يضرب لي المشاريع نتاعي. لا لا ما تخافش عنده مشاريع اخرى. شنو مشاريع؟ لا عنده مشاريع اخرى مش نحرك له دولاب نحرك له. حرك الدولاب اودي ما دام هو كلمك الاول. ايه اعطاك مسيريف. ايه ضرب الباكو. ايه اخدم معاه هو تنزول مشروعنا نحكي. الله يبارك. هو دانتيست مش مشكل. الله يبارك. ايه قالها راجل. ايوه يا نايمن. اش بيك؟ انا نعمت في الزد. انت اش بيك؟ ترى اخزرك. قاعدي. ترى تزيدك. ايه ترى انا شوي. ايه يا معي اخزر لي في عيني. فاش تعمل يا شنبلاء؟ اش بيك؟ الحمد لله يا رب. يا ناي الزنبلاء. اوه الزنبلاء هاك تقرك بديت بتعود خاتك الزنبلاء الاخر مزينك الزنبلاء هديت ما جنام الجنة فايس الحذيري وبسام الحمراوي. فتحي المدي نزل معنا في لباس. فتحي المدي انت في الدوري والكاس القطرية؟ اي في الدوري والكاس في الجزيرة. في الجزيرة اها دولارك طالع في قطر معناتها في قطر. شو قولك في الحملة المغرضة والشنعاء ضد قطر في الفترة الأخيرة؟ عادية جدا
عادية وطبيعية ككل تونسي حر. استنى سي فتحي استنى عاد الاولاد لحظة نقطع لكش خبزتك سي فتحي. لا 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 نقطع لكش خبزتك. هاي تفضل. التونسي الحر لا يباع ولا يشترى يا نوفل. شنو يباع؟ يشتغل على روحه ياكل خبز. يخدم بالكيف. تخدم بالكيف بالحق. ولا نخدم بالكيف انا لانه الحمد لله وانه عديد التلفزيونات العربية مش الدوري والكاس والجزيرة فقط وانما حتى مشيت ليبيا حتى مع التلفزة اللبنانية حتى مع التلفزة المصرية حتى مع العربية في عديد المناسبات. البارح سجلت مع الحرة غدوة نسجل. اذا ما عندي حتى اشكال بالعكس وهذا الكل بفضل التلفزة التونسية اللي ورات وجه فتح المولدي واللي فتح المولدي ولا صالح للتصدير ويجيب العملة الصعبة. معناتها انت معناتها علاش ما عادش في المحلية برشا رغم اللي انت كنت تحب المحلي؟ معناتها انت اكرمت لحيتك بيدك ولا شنو؟ لا ما كرمش معش فما جو في التلفزة التونسية. لا تمنى نجاوبك نوفل. انا يوميا في الصحافة المكتوبة وهذا تعرف في اللوتون. في اللوتون كنت يوميا في الاذاعة في شمس. في شمس فام عملت مدة 5 اشهر وتوا ظرفيا في الاذاعة. خدمت في نسمة. خدمت في نسمة. بعد جاء قانون اوت 2011 متاع المحامين اللي هو تعمل له الناس كل تعرف شير مجير على فتح المولدي. ممنوع تعمل حتى المحامين ممنوع يعملوا البرامج. ما عادش يشاركوا بصورة تعرفها دورية ومستمرة. شنو طبق يعني عليك هذا؟ لا لا ما تطبقش عليا. انا وقتها كرمت لحيتي بيدي وكنت كان عندي برنامج في نسمة وعملنا حتى النيميرو زيرو متاعه وعملنا الحصة كذا وجاني مكتوب من عند الهياكل متاع المحاماة قالوا لي سمعنا لي كذا راهو القانون اللي اصدر في اوت 2011 راهو يمنعك باش تعمل البرامج الرياضية باش تعمل برامج اي برنامج دورية معنا. دورية. وفي نفس الوقت جات لي بروبوزيشن من عند التلفزيونات الاخرى كرمت لحيتي بيدي. الغريب نوفل والغريب الغريب انه وقتها قامت الدنيا وشعلت وتفكر بلاتوات وفي التلفزيونات وكذا وسي فلان كي انا خرجت واخترت اني ما عادش نشارك بصوره منتظمه في التلفزيونات ونمشي في تونس مره في الشهرين مره في الثلاثه المحامين الكل داو في التلفزيونات قانون جمد ويدي كما قال واحد تجمد وقت اللي مشى فتح المودي قانون نجمد هاوك الحق معاك في نسخ ترى فيهم في التلفزيون كل ما هو فيهمش محامين ووقت اللي احنا عملنا الحق معاك ما فهمتش القانون هذا وقامت علينا القيامه. اليوم فما قانون يمنع المحامين وينو هالقانون؟ مشى فتح المودي ماشي يطبق. انا عاد تحبني نرجع انا منش مش شنو زاد القانون باش علاش انت بالذات؟ لا لا غالبا وين التلفزه؟ نوفل كنت عارف التلفزة انا دخلت عام 2005 للتلفزة اي بالمكشوف بالمكشوف أي. انا التلفزة ممنوع من التلفزة التونسية ما نعرف ايش وما يعرفونيش وبالتالي وقت اللي جاء لغالب انا مانيش قطع رزاق ما نرجعش خلي الزملاء يخدموا في كل البلاتو منهم زملاء يا نوفل كانوا يناديه وش يعمل في التلفزة وش يعمل في التلفزة وما هوكم صباحا مساء ويوم الاحد اليوم فما قانون اليوم فما قانون لا يطبق هكا هاو كيما القانون الرياضي ماك تعرف المبدا في القانون يجبد القجر وقتها ايوا في المبدا في القانون النص الواضح يطبق ولا يؤول. جينا في الرياضه النص الغامض معناش نص واضح في الرياضه يؤول ولا يطبق او رجعنا جبتني انت شويه ما حبيت بين قوسين دونك اختيارا مني جات التلفزيونات من برا الحمد لله نمشي احيانا مره في الشهر ساعات في كاس افريقيا مشيت عملت شهر مع الجزيره الرياضيه ما ظهريش الجزيره الرياضيه كلمه فتح المولدي باش يجي يغطي كاس افريقيا حصه كل ليله عملنا 24 حصه مباشره على سواد عينيه لانه فتح المولدي يعرفوا انه نجم نقدم الاضافه مع الاسف اليوم نقدم الاضافه في التلفزيونات الاجنبيه التلفزيونات التونسيه نهار اللي التونسيه ترجع الرياضه انا ناكد لك نبطل من الناس الكل ونقعد خاطر ما نحب كان بلادي راه ان شاء الله خاطر ان شاء الله تحرك الدنيا وهكا وترجع الدنيا كي به. انت جبت الحق معاك اليوم الناس يحكيوا وزملائك من المحامين انه الحق معاك كان خدع لايهام الناس وقت انه فما حريه معناتها الشيء اللي تعملوا فيه الكل تمثيليه. ايه تحب نجاوبك جواب سهل ياسر سهل ياسر ريتوهم الناس اللي خدات حقوقهم تتذكروش الحق معاك ولا بالرؤيه نهار الخميس اي تتذكروا ولا ما تذكروهاش؟ ولا فما ناس عندهم
الذاكرة مفقودة. تذكروا الحق معاك نهار الخميس ولا كيف كيما الناس الكل نقعدوا نهار الخميس نبدا نستنى سجلنا حصة نسجلوا وين لا ما تعديش لا فيها حالتين يسر قويته في الدوزة ما تعديش والخميس اللي بعده دونك اللي يتكلم هكا احنا باش نلمعوا صورة كذا كذا يرجع للحلقات ويرجع للناس ويرجع لأحنا شكنا نعانيه وانت واحد من الناس اللي عاشرتنا انت سي نوفل ما سجلتش حصتين متاع كلام الناس من عرش شنو كان اسمها اي كلام الناس وما تعديتش سجلت وعملت ال وعملت برومو تعديتش الحصة ما تعديتش دونك عايشك اللي يحكي ما نحكيش على بالمكشوف وقتها بديت ترشقة الدنيا ذيك الكل هذاك التاريخ انا نقول للناس برمي تفقدوش الذاكرة برشا برشا وما تحكيوش على بيد ما تعرفوهمش فما ذاكرة انتقائية باش نحكي لك انا مثلا وقتها ظهرت انت في ناس ما ناصر الدين بن حديد شكتب وصف وجودك في قناة نسمة بالدعارة قال وأنا متحكم في جميع مداركي العقلية أتحمل مسؤوليتي أمام الجميع مجرد دخول الدعي بن الدعية فتحي المولدي مقر التلفزة التونسية وصمة عار في وجه جميع العاملين فيها وقتها في الأحد الرياضي سواء في برنامج الأحد الرياضي أو الإدارة أو القيادة أو الإشراف لا فرق عند المواقف الأخلاقية بين من شارك بالفعل أو من ساهم في الصمت إن سخايت قتلوا روح أو من أغمض عينيه أو غض طرف خائن من استدعاه وخائن من جالسه وخائن من رضي بذلك ولا أستثني أحدا مهما على منصبه أو ارتفع مقامه رجاء أن يبلغ الحاضر الغائب لأن السكوت عن هذه الموقعة دعارة لا يمكن أن أقف عندها متفرجا هذا موقفي من باب تبرئة الذمة وليس لي أنا فوالا أول مرة نسمع به ما قريتوش أي هذا أنا تعرفني ماني من أي أي لا 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 أنا قريته لك كامل خاطر والله يا فرصة أي باش نحكي حكاية صغيرة تفضل أنا مولود عامة الاستقلال أنا ريت جوز رؤساء في تونس عشرت جوز رؤساء في تونس بورقيبة والرئيس السابق بن علي كل واحد ريته مرة في حياتي كل واحد ريته مرة في حياتي بورقيبة ريته مرة نهار يوم العلم أعطاني جائزة الحقوق بن علي ريتو مرة في حياتي مرة في قصر كرتاج بمناسبة يوم العلم بنتي خذت جائزة الرئيس في علم النفس ريتو من بعيد مرتين قبل زوز رؤساء مرة واحدة في يوم العلم اللي يحكي بالله ماذا بيا يكنس قدام باب دارهم ويحكي على فتح المولدي يكنس شوية أكثر قدام باب دارهم نعطيك خميسين أخرين نزيدهم قالوا لي عليهم لأنهم قالوا لي عليهم بعد الثورة وقت كل هيجة وكل الناس كل حمص وزبيب والناس كل تتهم مشكون قالوا لي عليهم أنا ما نقراش واحد قال فتح المولدي هو كتب خطاب بن علي متاع 13 جانفي وهكا خرجت فيسبوك قالوا فتح المولدي كتب خطاب بن علي والله يا غدار بن علي نكتب له في خطابات وما اعطانيش حتى مجرد دار في جردانة كرتاج غدار وهرب بيا محامين صحافيين رجال اعمال ورجال اعمال ناس كل خذت ديار شبيفة يكتب خطابه نعطيك الاخرة زادة اللي خرجت بعد 14 جانفي بتاع الثوار جدد تعرفش يا سيدي شكون قرأ ليلى بن علي في الكرتاج باش تعدي وتاخذ الشهاده في القانون لان عملت باري قالوا شهاده في القانون اش خرجوا فتح المولدي قراه يعني انا استاذ جامعي عجب عنده عبد العزيز بن ضياء وغيره من القمم انا قريتها قلت لهم جواب واحد لانه ما عندك جواب جواب واحد بلي كان قريت ليلى بن علي هكا شعري ابيض وطايح على الاقل اي ماهوش مصبوغ من قبل الثوره في على الاقل اي صحيح صحيح شوف نوفل عندك انا تقريبا عندي اكثر من 500 الف مقال من عام 76 بارك الله عندي اكثر من 500 حصه اجبدهم الكل كان تقى انهار كلمه ولا فيرجول انا نخرج تماما من الاعلام انا كنت قبل الثوره عندي مواقف بعد الثورة نفس المواقف الليستة متاع المحامين اللي عاون فيهم بناء قال لك ليستة في القصر علاش ما خرجتش حسب رايك والله ما نعرف انا واحد من الناس ما فيهاش انا واحد من الناس الليستة ماهيش موجود يعرفوها الليستة متاع التجمعين معروفين
ربي يعينهم خدموا اختيارات. فما محامين تجمعين انضاف نعرفهم، محامين تجمعين انضاف يخدموا خدامة باهين انضاف نعرفوهم. فما ليستة كاملة اللي نعطيك الأغرب، الليستة متاع التجمعين اللي كانوا يخدموا. شنو معناها هي الليستة؟ شنو هي الليستة؟ الليستة هذه يا نوفل تمشي لمؤسسات الدولة، تمشي الوزارات وتمشي الولايات والمعتمديات والبلديات، مش يعطيهم قضايا يخدموا قضايا يوزعوهم عليهم. انا واحد من الناس مش موجود في الليستة لاني مغضوب عليه، ما يهمش. ما عادش الأغرب هو اللي في مخ كل ما يعبش فيها بطل. بعد الثورة ليستة أخرى تو، حتى انا مانيش موجود فيها رغم اللي عندي لحيه مع الاسف. لحيه اما بين اللحيه مش طرفه نتاع لحيه نتاع نتاع طبلبيز، لا لحيه نتاع طبلبيز، لحيه نتاع يسار علماني ملحد به. الليسته هذه باش تعمل لي مشرقه من لا عماده المحاماه قال لك راهو خمسه وزراء دخلوا توا بعد ثوره نحكي خمسه وزراء دخلوا عند المؤسسات العموميه باش يعطيوا قضاياهم لمحامين معينين. وفما قريب الخمسة مليارات، خمسة ولا خمسين نسيت، خمسين مليار، فما خمسين مليار قضايا تتفرق على المحامين بالاكتاف والعلاقات وشكون يهز القفة اكثر. لليوم لليوم موجود. والعمادة تو تحارب باش يقسموهم، العمادة تحارب، فرع تونس يحارب، الفروع الاخرى تحارب، لكن الطيار اقوى من الدنيا بكل. يا اخي سامي الفهري هاو الناس كل تحارب، حارب قد ما تحب، هاي دخلت منا خرجت منا. وبالتالي فما محامين شرفاء، فما محامين انضاف تجمعين ولا اليوم من نهضة باعين الهياكل متاع المحامين انضاف. طيار قوي يا نوفل، راهو طيار قوي، راهو ساعات يقول اذا لم تستحي فافعل ما شئت. اللي نعيشه فيه شيء كبير، قبل الثورة كان طيار اخر وبعد الثورة طيار اخر. فما ناس اللي هما محترفين، محامي محترف يخدم على روحه، مع الاسف لا يقى روحه لا منا، لا يقى روحه لا منا. ولكن الباهي سي نصر الدين بن حديد ضمير مرتاح، سي نصر الدين كي يحكي على شخص بربي ينشد عليه قبل وينشد على الناس اللي تعرفه. انا سي نصر الدين بن حديد مع كل احتراماتي ليه ولا نعرف ولا ريته ولا قبلته نهار، وما نظنش كانوا يعرفني وما نظنش كانوا يشد عليا. وانا ما بالكش الاخبار من كلي في القهوه خالف تعرف تعرف فتحي المودي اي رائع. ولهذا يظل اعلامي اعلامي لازم يرجع لل واضح ربي يهديه. واضح ان توكا شكرا ليك، هكا وضحنا كل شيء. فتحي المولدي نورت اليوم، نحب تصفيقه قويه 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 في لباس الزرقاء الفتحي المولدي. شكرا ليك. لباس الزرقاء انتهيت، نرجع لكم بعد الفاصل.